أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها هبوط مدون لليرة السورية وعجز أمريكي عن وقف التحرشات الروسية والاحتجاجات تخنق نتنياهو في إسرائيل. في محورنا الأول، تعصف الأزمات الخانقة بالسوريين وتصل إلى ذروتها مع تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار إلى مستويات قياسية. هي 4 أسابيع فقط تخسر العملة السورية أكثر من 35% من قيمتها، تسجل لأول مرة في تاريخها 13,000 أمام الدولار الواحد. هبوط سريع وأرقام خيالية رغم التوقعات بانفراج قد يغير الموازين بعد التطبيع العربي مع النظام، إلا أن رياح التطبيع تسير على عكس ما تشتهي حكومة الأسد على ما يبدو. فما هي أسباب هذا الانحدار السريع في قيمة الليرة؟ وهل يزيد انهيارها أكثر من التضييق على نظام الأسد في ملف المخدرات؟ في محورنا الثاني، يتواصل الصراع الروسي الأمريكي في الأجواء السورية. يكشف خبير عسكري أمريكي عن عجز واشنطن من ردع روسيا عن مضايقاتها. يحذر المسؤول الأمريكي من تصادم مباشر إذا استمر الاحتكاك بين القوات الأمريكية والروسية المتمركزة في المنطقة، ويقول إنه ليس بإمكان واشنطن فعل الكثير لردع موسكو، وتدعي روسيا بأن طائرات واشنطن خرقت اتفاقية منع التصادم أكثر من 14 مرة خلال يوم واحد. يقول نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة إن التحالف الدولي يسعى من خلال ذلك إلى خلق شروط مسبقة وخطيرة للحوادث الجوية وتفاقم الوضع سوءا في المجال الجوي السوري، ما يطرح تساؤلات على مدى قدرة واشنطن لوقف تحرشات الروس وما هي خطتها المقبلة تجاه وقف هذه الممارسات التي تصنفها أو تصفها بغير المهنية. في محورنا الأخير، تشهد إسرائيل غليانا غير مسبوق منذ نشأتها. تدعو المعارضة إلى مزيد من التظاهرات، يجتمع الكنيسة لمناقشة التعديلات القضائية. يحذر رئيس الأركان من أضرار بالغة ستلحق بكفاءة الجيش حال تمرير التعديلات. يتوقف العشرات والمئات من ضباط وجنود الاحتياط بانتظار انتهاء اجتماع الكنيسة الذي من المتوقع أن يمتد ل26 ساعة قبل أن يبدأ التصويت غدا الاثنين على مشروع التعديل ليصبح قانونا نافذا. فهل ينجح نتنياهو بتعديلاته الجديدة أم تلك التعديلات ستكون الشعرة التي تقسم بنية الدولة الإسرائيلية؟ انخفضت قيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، حيث تم تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي ب 12,700 ليرة، في حين اقترب سعر صرف اليورو من 14,000 ليرة سورية، وذلك في أكبر انهيار تسجله العملة. وأنا أعتقد أن هذه التجربة رائدة، وهي النقيض للديمقراطية الليبرالية التي تعتمد على الفساد والأموال قبل سنوات طالبت مستشارة الأسد بثينة شعبان السوريين في مناطق النظام بشد الأحزمة والصبر، مبشرة بأن القادم سيكون أفضل، لكن لا الحال صار أفضل ولا الانهيار الاقتصادي توقف، وأوضاع السوريين من سيء إلى أسوأ.
فهي سوريا المحاصرة بالعقوبات والويلات التي جلبها الأسد، المصر على هدم ما تبقى منها، واقفاً حجر عثرة أمام المبادرات السياسية التي تحمل في طياتها جانباً اقتصادياً ومعيشياً. فكيف لهذه البلاد أن تصد الانهيار النقدي الكبير المستمر؟ الليرة السورية تهبط مجدداً إلى قاع جديد مع انخفاض سعر صرفها مقابل الدولار إلى نحو 13 ألف ليرة للدولار الواحد، وسط انفلات هائل في أسعار السلع والبضائع ومخاوف الأهالي من الاحتكار وتداعياته. فعلى وقع انهيار قيمة الليرة، تشهد أسواق البضائع والسلع في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً ومتسارعاً في الأسعار. فبحسب صحيفة الوطن الموالية، فقد تلقى العديد من باعة المفرق بأسواق مدينة حماة رسائل على تطبيق واتساب من تجار الجملة يطالبونهم فيها برفع أسعار جميع المواد بنسبة 40%، في وقت فقد فيه السوريون في مناطق سيطرة النظام مزيد من قدرتهم الشرائية بسبب أجورهم المتدنية. أرحب بكم جميعا وأرحب بشكل خاص. في المقابل، يلتزم نظام الأسد سياسة الصمت حيال الانهيار النقدي والارتفاع الجنوني في الأسعار، محملاً كما هي العادة التجار مسؤولية ما يحدث. وأعلن أخيراً عن انعقاد جلسة استثنائية في مجلس الشعب لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، لكن دراسات النظام ونقاشاته طويلة الأمد لم يسبق أن غيرت من الواقع المعيشي، إذ يرى باحثون سوريون أن لا قدرة للاقتصاد السوري على التعافي في ظل الانسداد السياسي ونضوب الموارد، وليس لدى نظام الأسد أي قدرة على السيطرة على التعامل مع التضخم الكبير، وحتى مع اعتماده على أعمال غير شرعية أبرزها تجارة الكبتاغون. حول هذا الموضوع أرحب بالدكتور أسامة القاضي مستشار اقتصادي معنا من مدينة أوتاوا، وأيضا أرحب بمحمد سالم باحث ومحلل سياسي من مدينة غازي عنتاب. أهلا بكما ضيوف الكرام. بداية أبدأ معك دكتور أسامة، إذا كما تابعنا انهيار غير مسبوق للليرة ولافت للليرة السورية، بداية نتحدث أكثر عن أسباب هذا الانهيار للليرة خلال فترة زمنية قصيرة، نتحدث هنا عن أسابيع فقط. أهلا، تفضل. مساء الخير لك وللضيف الكريم وللمشاهدين. حقيقة الأمر أن يعني هذا الهبوط متوقع منذ زمن بعيد في دولة فقدت ثلث ناتج دخل القومي من النفط وفقدت كل المعابر إلا لبنان والأردن، وفقدت يعني أكثر من نصف ناتجها الزراعي، ودولة مقسمة إلى ثلاث مناطق نفوذ وفيها 830 قاعدة عسكرية أجنبية. الواقع الأمر أن كان يعني تجارة الكبتاغون التي تعادل تقريبا 3 إلى 5 مليار دولار العام الماضي كانت تسند قليلا وتوفر قليلا بعض القطع الأجنبي للداخل السوري، قليل من التجارة، قليل من النشاط الصناعي، كان يوفر القليل القليل. لكن حقيقة الأمر أن اعتمد وظن أن مؤتمر جدة سيكون هو المخلص للاقتصاد السوري، سيأتي الدعم من الدول العربية. طيب، من هذا النقطة أود أن أنقلها لضيفي سيد محمد، مجددا أرحب بك. يعني بالرغم من التوقعات بانفراجة مرتقبة قد تغير ربما الموازين كما يتم الحديث عنه بعد التطبيع العربي مع النظام، إلا أننا نرى على العكس، عكس التوقعات تسير الأمور وجاءت مخالفة للواقع. ما السبب برأيك؟ تفضل. مساء الخير لك وللمشاهدين الأكارم وللضيف الكريم. يعني أعتقد أنه الانسداد السياسي وعدم وجود أفق وعدم وجود حل سياسي مجمع عليه على المستوى الإقليمي يمكن بالفعل كما تفضل الدكتور بالأخير، الدول لن تدفع من أجل فقط عيون نظام الأسد، هي تريد ضمانات لكثير من المسائل ومنها مسألة اللاجئين، وهذا لا يبدو أنه نظام الأسد يحققه. على العكس، أنا لا أستبعد أن يكون هناك، لأنه هناك تقارير صدرت، لا أستبعد أن يكون ما يحدث الآن أيضا هو
مخطط له من نظام الأسد، أو على الأقل هو تركه بحالة هذا الانفلات، بمعنى أنه ليس فقط لا يوجد لديه قدرة على ضبط الأسعار الصرف، ولكن لا يوجد لديه أيضا إرادة. وهذا نوع من الابتزاز أيضا للدول العربية الأخرى، أنه طالما أنتم لن تدفعوا ولن تساهموا في مشاريع التعافي المبكر ومشاريع إعادة الإعمار وتضخوا الأموال إلي أو إلى الداخل السوري عبري كنظام، فبالتالي سوف تنهار الأوضاع أكثر، مما سيؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين، لأنه الناس ستهاجر ولن يعود أحد طوعيا، لأنه بالأخير الدول وخاصة دول التي تعاني من عبء اللاجئين مثل الأردن وتركيا وغيرها وباقي الدول التي تعاني من موضوع الكبتاغون، كلها يعني تريد تحقيق هذه المصالح سواء بوقف تجارة المخدرات أو عودة اللاجئين. واليوم أعتقد أن النظام لا يستبعد أن يكون خطط لهذا الموضوع أو تركه بهذا الشكل حتى يمارس مزيدا من الابتزاز للدول الأخرى للحصول على أموال لإيقاف الانهيار الاقتصادي. يعني هنالك أحاديث عن أن ما يجري وربما عملية ابتزاز من قبل دول أخرى عبر النظام، برأيك هل تتفق مع ذلك؟ يعني نعم، سمعنا أن هناك خلاف حدث بين بعض الشركات الإماراتية ونظام الأسد، لكن ابتدأ الموضوع من نظام الأسد بالدرجة الأولى عندما أراد فرض يعني أسلوب معين من التعامل على تلك الشركات، وهي لا تستطيع أن تفي بهذه العوائد والطريقة في العمل، خاصة أنه هناك عقوبات اقتصادية كبيرة كما هو معروف عالميا على نظام الأسد. فأعتقد أنه يعني بداية الابتزاز الذي يتم هو عمليا من عند النظام الذي دائما ما يحاول أن يبتز باقي الفاعلين إلى أقصى درجة ممكنة من خلال تعامله. طيب أنتقل إليك، أعود إليك دكتور أسامة. يعني إذا أردنا التحدث الآن عن تأثير أو مدى انعكاس انخفاض هذه الليرة في الأسواق وحركة الأسواق، وهذا ما يهم المواطن في الدرجة الأولى، ما الذي سيؤدي انهيار الليرة السورية على المواطنين، وكيف يتم التعامل أو التجاوز هذه المشكلة؟ بالنسبة للمنتجين أعتقد سيخف الإنتاج كثيرا وربما يسبب المزيد من البطالة، لأنه لديه مشكلة تسعير، هو لا يعرف بكم الدولار اليوم وبكم سيبيع. وبالنسبة للمستهلكين سيخف استهلاكهم بشكل كبير. سوريا الآن 95% من السوريين تحت خط الفقر. راتب المواطن كانت 300 دولار تقريبا عام 2011، اليوم راتبه تقريبا 10 دولار 8 الى 10 دولار، يعني ال 100 ولا 200 الف. الحقيقه انه ابتزاز الاخوه العرب والاشقاء العرب بهذه الطريقه لم يعني ياتي باي ثمره. من مؤتمر جده كان الدولار ب 8450، اليوم 12700، يعني في أقل من شهرين نزل 4000 ليرة، دليل أنهم لم يمدوه بأي مدد حقيقي، إلا واضح أن هناك شروط يجب أن يطبقها، فهو لا أخرج سجينا ولا أعاد لاجئا ولا يعني عمل أي شيء للمصالحة ولا أي ما هي هذه الشروط برأيك دكتور أسامة؟ كان بتكبر يقول له لقد خطونا مئات الخطوات، وتجارة الكبتاغون لا زالت كبيرة جدا، وأعتقد تطبيق قانون الكبتاغون الأمريكي بدأ عمليا، لذلك لقد تم التضييق على المعابر، تم التضييق يعني والتجديد بمعونة أمريكية للأردن من أجل وقف هذا التدفق الهائل لتلك السموم، وهذا ما يعني زاد من ضعف كمية القطع الأجنبي المتوفرة للنظام السوري. طيب من هذه النقطة أود أن أنقلها لضيفي سيد محمد، تجارة الكبتاغون والمخدرات، يعني هل لديك أي معلومات حول هذه التجارة عن العائدات الاقتصادية التي كانت تعود للنظام عبر هذه التجارة؟ يعني هي كما هو معروف اقتصاد غير رسمي، ويعني هناك تقديرات للأرقام لا أستحضرها حقيقة الآن، أو يعني تقديرات بالفعل من عدة مراكز، لكن لا أستحضر هذه الأرقام، لكن في النتيجة هي أرقام غير رسمية، لأنه بالنتيجة هذه تجارة محرمة دوليا. ولكن كما ذكر الدكتور هناك الآن محاولة دولية يعني منع
استمرار النظام الأسد تحديدا في التوسع في هذا الموضوع وتخفيف وصول تلك المواد عبر الأردن إلى دول الخليج وباقي البلدان، وبالتالي ربما الآن هذا أيضا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تراجع القطع الأجنبي، وخاصة وأعيد هنا وأذكر أنه لا يوجد رغبة حتى عند نظام الأسد في استخدام القطع الأجنبي الباقي لديه، ويعني حسب المعلومات لا توجد لديه إلا كميات قليلة جدا، لا يوجد أي رغبة أصلا في استخدامه أو تدخل من البنك المركزي على عجزه، لا يوجد أي رغبة أصلا في محاولة السيطرة على الوضع ومحاولة السيطرة على سعر الصرف. لكن بالتأكيد مكافحة تجارة الكبتاغون ويعني الإجراءات التي اتخذت بالتأكيد سوف تؤثر سلبا على دخل النظام عموما من القطع الأجنبي، وإن كنت أعتقد أنها في النتيجة أيضا لا تدخل بشكل مباشر ل يعني الدولة كدولة. اليوم نحن في حالة، يعني من يسمع التقارير ويشاهد التقارير، هناك حالة انهيار حقيقي، لأن هناك تقديم الاستقالات بالجملة في القطاع العام، لأنه راتب الموظف عندما يتم الحديث عن 10 دولار أو أقل ولا يكفي أبدا المواصلات فقط، وحتى من لم يستقيلوا أصلا هناك تفلت في الدوام، وبالتالي في انهيار كبير في مؤسسات الدولة. طيب دكتور أسامة، هل فعلا بتقديرك يعني بحسب ما تم الحديث عنه بأن يعني تجارة الكبتاغون التي كانت تتم هي التي حافظت أو استطاعت الحفاظ على قيمة الليرة وبعد التضييق على فيما يتعلق بتجارة الكبتاغون انخفضت أو انهارت الليرة؟ لا، هي أحد الوسائل توفر القطع الأجنبي في الداخل السوري، يعني هي لا تدخل الموازنة أكيد، هي تجارة غير مشروعة، لكن هذا القسم من القطع الأجنبي يتوفر في الداخل كي يستطيع بيعه عبر بعض المراكز المرخص لها. طبعا المعروف أنه المرسوم 3 عام 2020 حرم التعامل بغير الليرة السورية، بتصل الأحكام بالسجن إلى 7 سنوات مع الأشغال الشاقة لمن يتعامل بالقطع الأجنبي، ورخص فقط 3-4 مراكز وأغلق جميع مراكز الصرافة. طبعا هذه المراكز على تعامل مع النظام، فهو يريد تصريفها، فما يأتي عبر الكبتاغون ويعني مسائل غير مشروعة أخرى يأتي عبر تلك المراكز الصرافة التي كان يمكن أن يسند بها بعض الصناعيين عندما يحتاجوا شراء مواد أولية من الخارج، يريد أن يشتري واردات. لكن حقيقة من جهة يعني هذه تجارة السموم، من جهة أن إمبراطورية أسماء الأسد التي أرادت أن تستخلف وأن تخلف يعني رامي مخلوف، نفرت حتى الفاسدين من جماعة رامي مخلوف، فالآن يعني حتى أولئك الفاسدين هربوا أموالهم وأوقفوا نشاطاتهم الاقتصادية، فبات النشاط الاقتصادي أقل من 10%، يعني الحاجة حتى صارت أضعف للنشاط. وأنت كما ترين لو كان لديك مصنع، طيب أنت تشتري المواد الأولية والدولار ب8000، بدك تسعرية افرضي كل بضاعة بكلفك دولار، بدك تبيعيها ب9000 صار ب12000، طب أنت كيف ستسعري؟ إذا ما سعرتي ب12000 ما بتحسي تشتري مواد أولية ب12000 ترجعي تبيعيها. فبالعادة المنتج في حال عدم استقرار الأسعار يتوقف عن الإنتاج، لأنه لا يتأكد استقرار الأسعار. والحقيقة يعني الواقع سيء جدا. أنا أعتقد أن عرنوس رئيس الوزراء سيقدم ككبش فداء، لأنه بزمانه من جون، من وقت ما استلم عام 2020 إلى اليوم، نزل سعر الليرة من 2400 إلى 12700، فالنظام كالعادة سيقدم هذا الرجل على أنه هو السبب هذا الهبوط والانخفاض الفظيع، كما قدم سابقا عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويعني لفق له عدة أشياء على أنه فاسد كبير وأنه هو السبب في ارتفاع الأسعار. أعتقد عرنوس طاب قوسين من الإقالة يعني. طيب سيد محمد، هل يمكن أن نشهد ربما تعامل بالقطع الأجنبي بالدولار بين الناس في مسألة تسيير المعاملات كما يحصل في لبنان؟ يعني هو هذا لو سمح، يعني أشار الدكتور للمرسوم 2020 لتحريم القطع، وهذا لو سمح لكان حقيقة حرر الاقتصاد من كثير من الأعباء، لأنه كما ذكر
في المثال حالة المصنع والمستهلك، الجميع عندما يعرف كيف يشتري اليوم، نحن في الشمال السوري مثلا، وأعتقد في مناطق قسد ذات الوضع في الشمال السوري، على الرغم من أيضا هناك معاناة لأنه يتم التعامل بالليرة التركية بشكل مباشر، لكن الديون الكبيرة والتعامل بين التجار كله مثبت في الدولار، فما في عندك هذه المشكلة. لو حقيقة توفرت هذه المشكلة، هذا الحل، لو سمح النظام بالتعامل بالدولار إلى جانب الليرة السورية، أعتقد ممكن نصف المشكلة تحل. يعني يبقى تثبيت الأسعار، الناس تثبت على الدولار، ويبقى التعامل اليومي في الليرة السورية كما يحدث في الشمال السوري اليوم، رغم أنه لا زال هناك إشكالية، لأنه في النتيجة في الشمال السوري المواد الصغيرة، الشراءات اليومية في الليرة التركية، والليرة التركية تعاني يعني جزء بسيط من الذي تعانيه الليرة السورية، وهو التراجع المستمر وإلى آخره، ومع ذلك هذا بيسبب مشكلة. فالحقيقة لو سمح النظام، لكن هو لا يسمح في هذا الأمر لأسباب سياسية، للضغط على الناس ولمنع تحرير هذا الوضع، وبالتالي لو سمح طبعا كان ممكن يخفف كثيرا من تأثير تقلبات الليرة السورية، لأنه يصبح يعني موضوع تأثير الليرة السورية خلاص، يصبح الليرة السورية عبارة عن أداة للتصريف اليومي فقط، والثابت هو الدولار، والناس يعني كما يقال تعرف على أي تستقر على أي رأي، تستقر على أي سعر، المنتج يعرف، تاجر الجملة، تاجر المفرق إلى آخره. لكن اليوم الذي يسبب هذا هو عدم وجود بديل للليرة السورية التي تنهار، وبالتالي يصبح هذا القلق الكبير في الأسعار، وبالتالي احتكار المواد وما يؤدي إلى ذلك. أشكرك جزيلا محمد سالم، باحث ومحلل سياسي معنا من غزة، أنت وستبقى معنا في محورنا الثاني. والشكر أيضا للدكتور أسامة القاضي، مستشار اقتصادي، كان معنا من كندا. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود بعده لمحورنا الثاني، ابقوا معنا.